أكيد في شي غلط. بالعادة هيك حوادث بتقرب الزوجين من بعضهم كتير، بس اللي صار كتير غريب. أكيد راقاف كمان مزعوج من اللي صار مع راتي. أكيد هذا شي طبيعي، هذا كان ابنه. لو سمحتي ممكن أنتي تروحي بتحكي معه؟ أنا رايحة لحتى أطمن عليه. أنا لازم أرد على الاتصال، راجع انتبهي على حالك. ليكي راتي، بترجاكي لا تاخدي حكي الخالي أقرب جدي. أنت ما عليكي ذنب بالشي اللي صار اليوم، في شغلات ما بنقدر نتحكم فيها. بنقدر نتحكم. أنا أكيد كان فيني أحمي لابني. بعرف ما فيني خفف لك وجعك أبدا، بس بعدك يا راتي إني رح ضل جنبك بكل خطوة. ديف؟ نعم. بهذا الوقت ما فينا نترك راتي لحالها أبدا، بظن إنها رح ترتاح وتتحسن نفسيتها أكثر إذا ضلت معك ريشة شوي. ممكن تاخذني على غرفتي لو سمحت؟ أكيد. انتبهي على حالك راتي. شو بدك وقعك؟ اعملها. نزلني راقف. راقف نزلني، اتركني. اليوم رح اقول للكل انك واحد مريض نفسي. انت اخذ فكره كثير سيئه عني. فكرتيني بخاف؟ روح اشتكي لمين ما بدك، وانا رح اقول للكل انك على علاقه مع اراف وعم تخونيني معه. رح خلي الكل يطردك من هذا القصر. وهلا فيكي تروحي لعند ابوكي على البيت وتحكي له على كل شيء انت عملتيه فيني، وهو شو؟ رح يخسر كرامته ورح يخسر حياته كمان. رجاف لو سمحت.